السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. إن شاء الله في الفيديو ده هننفذ التجربة رقم 3 في المعمل الخامس. دي تجربة بسيطة جدا زي ما شرحناها في الفيديو النظري. مكونات التجربة بتاعتنا، أول حاجة البي ال سي بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. البي ال سي ده من نوع 1028، يعني الخارج بتاعه كله ريلي. الانبوت بتاعه ممكن يكون سينك او ممكن يكون سورس على حسب الكومن ده انا موصله بالسالب ولا موصله بالموجب. الحاجات دي كلها شرحناها في اخر معمل احنا خدناه. فاحنا هنتكلم على طول على مكونات التجربة. اول حاجة شباب، عندنا الاتنين بروكسيميتي دول، المفروض ان انا وريتهم لكم المرة اللي فاتت. اول حاجة شباب، البروكسيميتي سنسور اللي معانا ده من نوع كاباستيف، يعني بيحس بأي حاجة، سواء المعادن او اي حاجة تانية. طيب دلوقتي انا عاوز اعرف نوع السنسور اللي معانا ده، هل هو NPN ولا BNB، وكيفية التوصيل بتاعته. اول حاجة شباب، هنا زي ما انتم شايفين كده، اول طرف هنا فوق اللي هو البراون، الطرف التاني اللي هو البلاك، الطرف التالت اللي هو البلو. البراون بيقول لك ان هو متوصل بالموجب، البلو متوصل بالسالب، طرف السيجنال بتاعك اللي هو البلاك. وقلنا طالما طرف اللود اللي بره ده متوصل بالسالب، ويبقى يبقى السنسور ده بيخرج بوزيتيف عشان يبقى الخارج على اللود بره موجب 24، تمام. فيبقى طالما السنسور ده بيخرج موجب يبقى هو بي ان بي، يعني بوزيتيف لوجيك، والكلام ده شرحناه بالتفصيل في اخر معمل. طيب بالنسبه للسنسور ده برضو كاباسيتيف سنسور، نفس الموضوع هنا شباب. البراون برضو متوصل بيه الموجب، البلاك هو السيجنال بتاعتي، البلو هو الطرف السالب بتاعي، البلاك هنا متوصل بطرف اللود، والطرف اللود التاني واخد سالب. يبقى عشان طرف اللود ده يشتغل فالمفروض ان هو لازم ياخد موجب من اليمة دي. يبقى طالما السنسور ده بيطلع بوزيتيف لوجيك يبقى هو بي ان بي. بالتالي طالما ده بيطلع بوزيتيف لوجيك يبقى انا لازم اروح اوصل الكومن بتاع البي ال سي بالسالب. هاجي هنا على البي ال سي بتاعي كده زي ما انتم شايفين، انا طبعا موصل الباور، فخلي بالي وانا بشرح. زي ما انتم شايفين كده الكومن، ادي طرف الكومن بتاعنا اهو اللي هو ده، متوصل بيه الطرف السالب للبي ال سي، بحيث اي سيجنال بوزيتيف تيجي هنا يبقى الدخل اللي داخل للبي ال سي موجب 24 على الفيوزابل ريزيستر اللي جوه. طيب نراجع التوصيله كده سريعا. اول حاجه ادي ال 220 جالي من بره اللي هم الطرفين دول، بعد كده هاخد الطرف ده والطرف ده اللي هما الاتنين دول من الروزيتا، بيودوا 220 للبي ال سي اللي هي التغذية بتاعته. بعد كده قلنا البي ال سي ده المفروض ان هو فيه باور سبلاي داخلي بيطلع على 24، ال 24 باخدهم على السلكين دول، بوديهم للاتنين روزيتا اللي جنب بعض دول، بحيث ان انا ممكن اخد من الاتنين روزيتا دول من بره 24 فولت اغذي بيهم اي حاجة عندي سواء سنسور او اي حاجة تانية. طيب يبقى دي تغذية البي ال سي خلاص اتوصلت، الكومن خلاص اتوصل، فاضل لي توصيلة الانبوت وتوصيلة الاوت. طيب احنا قلنا الاتنين بي ال سي او الاتنين سنسور اللي معانا دلوقتي تلات اطراف براون زي ما احنا شفنا، براون بلاك بلو، الاتنين كده. فالبراون الموجب، فانا هاخد الطرفين البراون للسنسور الاولاني والسنسور التاني اوصلهم الاثنين بموجب 24، والبلو اللي هو الطرف السالب اللي ده والطرف السالب اللي ده اوصلهم الاثنين بسالب ال 24 او الجراوند بتاعي. زي ما انتم شايفين هنا كده، ادي الاثنين الزرق يا شباب، ادي الطرفين الزرق بتوعي اللي هما الاثنين دول، الاثنين واصلين على سالب ال 24 ماشي، وادي الطرفين البني زي ما انتم شايفينهم اللي هما دول واصلين على موجب ال 24، تمام. طيب الطرف التالت بقى لكل سنسور اللي هو الطرف الاسمر اللي هو المفروض السيجنال، اللي هما الطرفين دول يا شباب الاتنين دول، هتلاقي هنا واحد متوصل على
الاي 0.0 وواحد متوصل على الاي 0.1. تمام، دي توصيلة السنسور بايه بكل سهولة. طيب تعالوا نوصل الاوتبوت بتاعي. هاي بالنسبة للاوتبوت يا شباب، عندي ادي اللاين اللي هي طرف ال 220 من بره، هوصله على الكومن اكنها توصيلة لمبة بمفتاح. اجي كده من بره، ادي اللاين بتاعه يا شباب، ادي طرف اللاين بتاعي اللي هو ده، اللي هو اللي قدامكم ده، اوصله على طرف الكومن الخاص بالبي ال سي. تمام، طيب من هنا الطرف التاني للكومن من جوه البي ال سي، في سويتش من جوه البي ال سي طالع على البنة كيو زيرو، بعد كده الكيو زيرو هتتوصل على طرف من اطراف الالارم، والطرف التاني للالارم هيوصل على النيوترال. طيب تعالوا كده، ادي الالارم اللي عندنا يا شباب. لو احنا شفنا الداتا اللي عليه، راحت فين؟ اهي يا شباب، ادي الداتا اللي عليه. الالارم بتاعنا بيشتغل ب 220 فولت، وهو 4 فولت امبير. تمام، طيب هنيجي يا شباب نعمل ايه؟ قلنا اللاين بتاعنا ادي اللاين متوصل على الكومن اللي هو ده، بعد كده الطرف اللي هو رقم زيرو اللي هو الاوتبوت رقم زيرو، المفروض ان هو هيروح على طرف من اطراف السرينة زي ما انتم شايفين كده، طرف رقم زيرو رايح على طرف من اطراف السرينة، الطرف التاني للسرينة رايح على طرف النيوترال بتاعي. يبقى بسهولة جدا ادي اللاين توصل على الكومن اللي هو ده، بعد كده الطرف رقم زيرو رايح على اللود، الطرف التاني للود رايح على النيوترال. تمام، طيب تعالوا نحمل برنامج البي ال سي بتاعنا ونجرب البرنامج ونشوف هيعمل ايه. هنوصل كابل البرمجة يا شباب، الحتة اللي هي المربعة دي بتبقى همة البي ال سي من جوه، نحط الكابل كده. تمام، بعد كده هنروح على البرنامج بتاعنا من قائمة بي ال سي. طبعا بعد ما تكتب البرنامج وتعمل فيريفيكيشن، هتروح على البرنامج وتعمل ترانسفير من بي سي للبي ال سي. بعد كده اوكي، هنستنى شوية، هتلاقي اللمبة بتاع الايرور كده بتقيد وتطفي. بعد كده يا شباب البرنامج بتاعنا اتنقل. تمام، بس لو انتم ملاحظين هتلاقوا لمبة الران اللي هي دي قاعدة بتقيد وتطفي. قلنا لما هي بتقيد وتطفي يبقى كده البرنامج اتحمل، ولكن لازم اعمل ران من البرنامج من عندي من قائمة بي ال سي، لازم اضغط ران عشان اللمبة تثبت. يبقى كده البرنامج بتاعي فعلا نزل على البي ال سي وكده جاهز ان هو يشتغل. هاجي كده يا شباب من قائمة بي ال سي، هعمل ران زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي اللمبة بتاعتك، ثانية واحدة هضغط اوكي، هتلاقي اللمبة بتاعتك كده ثبتت، يبقى انت كده جاهز ان انت تشتغل. زي ما انتم شايفين هو السنسور بتاعي حاسس ان هو قدامه حاجة، فعشان كده حاسس بواحد من هنا. لو انا شيلته كده المفروض ان هو كده فصل. قلنا ان السنسور ده هو كاباسيتيف سنسور، يعني بيحس بأي حاجة، لو حطيت صباعي قدامه هيحس، حطيت حديد قدامه هيحس، حطيت أي حاجة قدامه هيحس. طيب ولو انا جيت كده تاني يا شباب هنا، تمام، المفروض ان انا في البرنامج بتاعي مبرمج ان لما السنسور الاولاني ده يعد 5 مرات المفروض ان البازر يشتغل. تمام، تقريبا كده عدينا مرتين. طيب هو كان يعني وانا بشغل المفروض ان هو كان عد كذا عد. طيب فانا المفروض ثانية واحدة كده، 6 7 8 9. تمام، ده السنسور اللي هو بيعد بيطلع العد لقدام. طيب لو انا عاوز ارجع العد لورا، ادي 1 كده رجعت للخمسة. تمام، 4 3 2 1 0. انا طبعا عامل في البرنامج ان انا مهما انزل كده ما بينزلش عن الزيرو. تمام، تعالوا نطلع بقى للخمسة تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. لو انتوا شايفين ادي 1، ثانية واحدة، ادي 1 2 3 4 5 ماشي، 6
هو طبعا كده كان مزود واحدة، يبقى احنا كده عند 7. فانا هنزلهم تاني، عندي 1 2 3 4 5 6 7، اكيد نزلت يعني للزيرو. بعد كده هطلع تاني يا شباب، ادي 1 2 3 4، ادي 5 6، تمام. فبالتالي اول ما اجي عند الخمسة المفروض ان الكاونتر بتاعي بيطلع 1، فالخارج بيشتغل. لو نزلت تاني برضو للخمسة فالكاونتر بتاعي بيطلع 1، فالحمل بتاعي بيشتغل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.